أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم حول الشمال السوري، إذ جدد العدو التركي المحتل قصفه بالمدافع والصواريخ وبدعم من الطائرات المسيرة على عدة قرى من ريف تل تمر في محاولة منه للوصول إلى المدينة، وسط تصدي قوات سوريا الديمقراطية والمجلس العسكري السرياني لهذه الهجمات. سياسيا، فندت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الادعاءات الروسية حول عرقلتها أو إيقافها الحوار مع دمشق، مؤكدة عدم إبداء دمشق حتى اللحظة أي مواقف عملية تجاه الحوار حتى تقوم بعرقلته. وفي حديثنا سيكون أيضا الدواعش الأجانب في شمال سوريا والخلاف بين التحالف الدولي لمحاربة التنظيم حيال مصيرهم. دعونا نتابع وإياكم التقرير الميداني التالي ومن ثم نبدأ الحوار. مع دخول العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا يومه 37، ما يزال العدو التركي والفصائل الإرهابية التابعة له مستمرون في اعتداءاتهم، خاصة في أرياف تل تمر ورأس العين وعين عيسى. العدو التركي والفصائل الإرهابية شنوا هجمات واسعة على ريفي تل تمر ورأس العين، ما أسفر عن موجات نزوح جديدة من أهالي المناطق المستهدفة بالعدوان. القصف المكثف للعدو والإرهابيين طال قرى العزيزية وتل طويل ومزارع الآشوريين والأماكن الأثرية بريف تل تمر، فيما لا تزال قريتي الداودية والعريشة تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة. العدو والإرهابيون حاولوا بمساندة الطائرات المسيرة والقصف المدفعي السيطرة على قرى الريحانية والعامرية وعربين والفيصلية وكنيهر والمحمودية بريف تل تمر، كما استهدفت هجمات الفصائل الإرهابية ناحية زرقان والقرى القريبة منها بريف رأس العين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية التابعة للعدو التركي في سماء المنطقة. مقاتلو المجلس العسكري السورياني وقوات سوريا الديمقراطية تصدوا للهجمات بريفي تل تمر ورأس العين، وتمكنوا من إعطاب مدرعة للعدو في قرية العزيزية بريف تل تمر والقضاء على عدد من عناصر العدو والإرهابيين. هجمات العدو والفصائل الإرهابية التابعة له طالت أيضا مناطق بريفي منبج وعين عيسى، وتم التصدي للهجمات من قبل المجالس العسكرية في تلك المناطق. واستهدفت الهجمات بإسناد من الطائرات المسيرة والقصف المدفعي قرى المسعودية والقنطري وحويشة وخفة سالم بريف ناحية عين عيسى، تصدت لها قوات سوريا الديمقراطية وأجبرت المهاجمين على التراجع. وبالتزامن مع ذلك تصدت قوات مجلس منبج العسكري لهجمات شنتها فصائل ما يسمى درع الفرات الإرهابية التابعة للعدو التركي على مواقع بقرية الياشلي شمال غرب منبج. مرحبا بكم من جديد، وللبحث والتحليل معنا من تل تمر الناشط الإعلامي أزاد أحمد، ومن بيروت عبد السلام أحمد ممثل الإدارة الذاتية في لبنان. مرحبا بالضيوف. أبدأ من عندك أزاد، إذا قرى تل المناخ وتل طويل والعزيزية وغيرها في محيط تل تمر تعرضت اليوم لقصف العدوان التركي، نريد أن نعرف تفاصيل المشهد الميداني من عندك حتى اللحظة في تل تمر ومحيطها، تفضل. نعم، تحية طيبة لك ولضيفك من بيروت عبد السلام أحمد. يعني كما تعلمون فمنطقة تل تمر تشهد منذ أكثر من أسبوع معارك محتدمة بين الميليشيات الإخوانية والتي تسمي نفسها بالجيش الوطني السوري من جهة وقوات قسد والقوات السريانية من جهة أخرى. بالحديث قليلا عن تاريخ هذه البلدة، بلدة تل تمر هي في الأساس ذات غالبية أشورية مسيحية، إذ هجر منها معظم سكانها الأشوريون بان غزوات داعش شباط 2015، وبقى فيها عدد قليل من سكانها موزعون في مركز البلدة والأرياف. الغزاة دائما يحاولون اقتحام تل تمر لأن أهميتها الاستراتيجية تنبع من كونها مدينة هامة، فهي تتوسط المسافة ما بين الحسكة وسريكانية رأس العين وتبتعد عن الحدود التركية حوالي 35 كيلومترا. أيضا فمدينة تل تمر تمر بها أنابيب المياه العذبة التي تبدأ من آبار علوك في رأس العين وتغذي محافظة الحسكة، أي أن مئات الآلاف من المواطنين يعتمدون على خط المياه هذا لتأمين مياه الشرب. أيضا تحتوي البلدة على أكبر دوار في سوريا والذي يشكل مفترق طرق كامل، حيث وتوسترات حلب تل تمر وصلة العراق بدمشق، وفي الجنوب حيث دير الزور والحدود التركية شمالا، أي أنها تربط سوريا وتركيا والعراق معا.
فهي بذلك تكون عقدة الوصل الرئيسية لشمال سوريا. بالنسبة للتطورات الأخيرة في تحتمر، الفصائل الجهادية المدعومة من تركيا تستمر في شن هجماتها على ريف تلتمر وسط استمرار النزوح من البلدة والقرى التابعة لها، إذ حاولت أن تسيطر قبل عدة أيام على قرية الدردارة التي تبتعد كيلومترين عن طريق الدولي تلتمر البيضاء. والدردارة تقع بالقرب من طريق تلتمر قامشلي أو ما يسمى بطريق منفور، والإرهابيون حاولوا في ذلك المساء محاصرة تلتمر من الجهة الشرقية، لكن قوات سوريا الديمقراطية تصدت لهم ومنعت هذه المحاولة قبل يومين. أمس الخميس أيضا سيطرت الفصائل التابعة لتركيا على عدة قرى في المنطقة، وهي الداودية والعريشة والصالحية، حيث أدت المعارك إلى مقتل أكثر من 20 إرهابيا من الفصائل الجهادية. وانطلقت دورية روسية تركية مشتركة أيضا أمس الخميس في ريف ناحية الدرباسية الغربي بشكل مفاجئ دون إعطاء معلومات لقسد، فيما أيضا انتشرت قوات النظام السوري في عدة قرى حدودية بمنطقة جريك وقرقليقي. بناء على تفاهم سابق، هذا الانتشار السوري كان بين الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا والنظام السوري. أيضا أمس الخميس كانت هنالك دورية أمريكية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، انطلقت من مطار قصرك وتوجهت إلى الحسكة لتلتمر برفقة طائرتي مروحتين. بالعودة إلى تلتمر هذا اليوم، العائلات الأشورية تنزح بشكل شبه كامل بسبب المخاوف المتواصلة من بطش الجهاديين المتطرفين من قرى تلطويل، حيث الإرهابيون يقصفون تلطويل انطلاقا من القرى التي سيطروا عليها سابقا كالمناجير. وفي سياق متصل، صرحت الكنيسة الأرمينية أمس بأنها ترفض محاولات تركيا لكسب ود المسيحيين، حيث أنها عرضت على الكنيسة الأرمينية في سوريا ترميم كنيسة الأبيض الأرمني الأرثوذكس، ولكن الكنيسة ردت على إتراك بأن إجراس الكنائس لن تقرأ حتى زوال المحتل التركي وذيوله. وبالحديث أيضا عن الوضع الميداني طيب أزاد، هناك أنباء عن فقدان عنصر من قوات النظام لحياته وإصابة 2 آخرين في تل مناخ بريف. نعم، بالحديث عن الوضع الميداني في هذه النقطة. ألا بالنسبة لموقف القوات الروسية من استهداف قوات النظام، ألا يوجد أي ردة فعل؟ حاليا حتى الآن لا توجد أي ردة فعل روسية من استهداف قوات النظام، لكن بالحديث عن الوضع الميداني في تلتمر، اليوم كانت هناك اشتباكات في قرية المناخ بين القوات الروسية بين القوات السورية والميليشيات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى مقتل المجند عبد الإله عقيل لحياته وإصابة عنصرين آخرين. يعني بعد ذلك تمكن مقاتلو سوريا الديمقراطية وحرس حدود السوريين من تطهير قرية المناخ وتطويق قرية الفيصلية التي تتحصن فيها الجهاديون. وفي هذا المساء أيضا توجهت عدة مصافحات روسية اليوم يعني قبل حوالي ساعتين إلى قرية الدردارة، أعتقد أنهم ذهبوا للقاء مع القوات السورية، لا أعتقد أنهم سيشاركون في عمليات حتى الآن. طيب ترد أنباء لا توجد أي ترد أنباء عن قيام فصائل العدوان التركي باختطاف 16 مدني في العريشة بريف تلتمر، ما هي دقة هذه الأنباء؟ صراحة لا أملك أي معلومات عن هذه الأخبار. طيب أنا أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات، الناشط الإعلامي أزاد أحمد حدثنا مباشرة من تلتمر. بالانتقال إليك سيد عبد السلام، مرحبا بك من جديد. مدينة تلتمر والتي كان قد أوضح إلينا للتو ضيفنا من تلتمر أهميتها الاستراتيجية، يفترض أنها خارج إطار المناطق التي يسمح للعدوان التركي والفصائل التابعة له بالتقدم نحوها، أليس كذلك؟ مساء الخير لك وللمشاهدي الكرام ولضيفك الكريم. بالطبع تلتمر تعتبر عقدة مواصلات تربط مناطق الجزيرة بالداخل السوري، وهي مدينة استراتيجية. يبدو أن الأتراك والمرتزقة يحاولون السيطرة عليها لتقطيع أوصال منطقة الجزيرة تحديدا وتهديدها. بالطبع أردوغان يستغل السكوت المجتمع الدولي، وأيضا ترامب الذي تحدث وقال خلافا للحقيقة بأن وقف إطلاق النار ساري وأن
قوات قصد راضية عن هذا الاتفاق. نعم. يعني هناك تواطؤ وتآمر في هذا الجانب. بالطبع للأسف القول كل الأطراف مشتركة بما فيها حتى الحكومة السورية والروس. لم نجد السلاح الثقيل، لم نجد سلاح المدفعية والطيران السوري ولا الروسي في هذا الميدان. السماء والفضاء متروكة للجيش التركي ليعبث بها ويتقدم. بطبعية ورقة ضغط، ضغط كبير على قوات سوريا الديمقراطية للحصول على تنازلات وبالطبع لتحقيق غايات وأهداف هي بالمحصلة هي بالضد من مصلحة الشعب السوري عامة. طيب يعني لم عندما وقعت تركيا اتفاقات منفردة سواء مع روسيا أو أمريكا فيما يخص مناطق شمال وشرق سوريا لإيقاف العدوان التركي وتحديد مناطق النفوذ والسيطرة، من كان من المفترض أن يضمن هذه الاتفاقيات ويسمح ولا يسمح بالتجاوزات؟ يعني طبعا الاتفاق الأولي وقعه الأمريكان مع الأتراك، الاتفاق الثاني وقعه الروس مع وجود الجيش السوري بتسليح خفيف على مناطق التماس مع الجيش التركي، وأنا هؤلاء متروكين حقيقة للذبح. طيب. يعني دون حماية تجاه قوة عسكرية ضاربة يملكها الجيش التركي، سلاح الطيران الذي يعني يتحرك في أجواء المنطقة بحرية دون أن يتم ردعه، حتى أن تكون هناك مضادات طيران للتصدي لهذا الطيران. الروس هم الضامنون، لكن الروس يلعبون كيفما شاءوا وفق ما تتفق مصلحتهم واتفاقاتهم من تحت الطاولة مع الروس. سمعنا من السيناتور الأمريكي البارز ليندسي جراهام يقول أمام النظام التركي أسابيع فقط لإيقاف العدوان في الشمال السوري، وإلا النظام التركي سيتعرض لعقوبات. هل تلمسون بهذا التصريح أي إلزام حقيقي لإيقاف العدوان؟ يعني نرى جعجعة ولا نرى طحنا. يعني هناك كثير من التصريحات التي تصدر من أعضاء في الكونغرس الأمريكي، لكن أردوغان يتحرك ويعمل وفق هواه ولا يلتفت لهذه الأقوال وحتى التنديد الذي يصدر من كثير من عواصم دول العالم، حتى من التقينا بهم هنا في بيروت ممثلي السفارات أذانوا واستنكروا وشجبوا هذا العدوان، لكنهم عمليا أردوغان هو اليوم يتحرك ولا يلتفت لكل هذه الأقاويل والتصاريح التي تصدر من مراكز القرار الدولية وعواصم دول العالم. إن ردنا أن نعطي عنوان لواقع المشهد الميداني اليوم في شمال وشرق سوريا، هل يمكن تسمية ذلك بالتواطؤ الأمريكي الروسي مع النظام التركي لقضم أكبر قدر ممكن من الأراضي السورية خارج إطار الاتفاقيات المعلن عنها؟ يعني لكل دولة من هذه الدول لها حساباتها، حساباتها هي بالمطلق هي بالضد من مصلحة الشعب السوري وبما فيها قوات قصد التي كانت جزء من التحالف وحاربت المنظمات الإرهابية التي شكلت خطر على السلام العالمي. تواطؤ دولي وأقليمي بين وواضح، لا يحتاج الكثير من الجهد والعناء لتبيان خلفيات هذا التآمر والتواطؤ. حقيقة قوات سوريا الديمقراطية، مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية هو المستهدف بالدرجة الأولى، إعادة تأهيل النظام، اتفاق من تحت الطاولة وفوق الطاولة مع الحكومة التركية، وإلا لما تجرأ أردوغان لكي يطيح بكل المواقف الدولية وينفرد برأسه ليجتاح
مناطق كانت آمنة وآهلة بالسكان، سكان مختلف المناطق السورية. اليوم منطقة رأس العين ومناطق منطقة رأس العين سريكانية وتل أبيض جري سوبي، اليوم المجموعات الإرهابية تعيث فيها خرابا وفسادا أمام المرأة ومشهد العالم، وأن الحكومة السورية أيضا لا تتحرك. يعني الجنود السوريين الموجودين اليوم في جبهات القتال هم أيضا معرضون للقتل، معرضون للذبح دون أن تتوفر لهم حماية وغطاء جوي. طيب. الحكومة السورية تملك الطيران، الروس يملكون الطيران. إذا أردنا تفسير لهذه، نعم، يستبيح بها الجيش التركي. إذا أردنا تفسير لهذه الحالة بشكل مقتضب وسريع أستاذ عبد السلام، أنه عدم تدخل فعلي من طيران السوري أو حتى الروسي، عدم إمداد القوات التابعة لدمشق بأسلحة ثقيلة لمجابهة هذا العدوان التركي، تفسير بشكل مقتضب وسريع وصولا لماذا؟ ما الهدف؟ يعني التفسير هو أنا بينت هذا الأمر، هي ورقة ضغط على قوات سوريا الديمقراطية لزعزعة الثقة بهذه القوات، إحداث ما يمكن من إحداث شرخ، تفتيت هذه القوة الضاربة الموجودة اليوم للحصول منها على تنازلات للنيل مكاسب الإدارة الذاتية. طيب. الديمقراطية، حتى أحداث شرخ بين مكونات المجتمع الذي انبثقت إرادته عن تشكيل هذه الإدارة. طيب. فلذلك الأمر هو واضح حقيقة، وكما قلت يعني لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لتفسيرها. راح نتوسع أكثر موضوع النقاش و الحوار ما بين الإدارة الذاتية ودمشق بعد فاصل قصير. أستاذ عبد السلام اسمح لي والسادة المشاهدين لنذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نستتبع النقاش. تفضلوا بالبقاء معنا.